استيقظنا صباحاً على خبر حرب دائرة بين دولتين في قارة أفريقيا، حيث قامت المدفعية منذ الساعات الأولى للصباح بقصف القرى الحدودية على الجبهتين، ولكن لا توجد أرقام محددة بخصوص أي خسائر. لكن المؤكد أن بلدة كابونجا واقعة الآن تحت الحصار، وربما كان سكانها في خطر شديد. إيه الجديد يا نور في الحرب؟ الوضع بيتعقد كل شوية، والمشكلة القصف بيقرب من قرية اسمها كابونجا، قرية صغيرة للأسف، والناس ملهاش مكان يروحوا فيه ولا طريق آمن يخرجوا منه ويبعدوا عن الحرب. سفينتي قتالية ونقدر نستخدمها في الحرب؟ للأسف مش هينفع. أولاً كده انت هتأثر على المستقبل، ثانياً وقتنا محدود ولازم نستغله لإنقاذ الناس. هنتحرك امتى؟ مستني زهرة وفرحة، أول ما يوصلوا هنروح على كابونجا. المعارك دايرة من بدري وشكلنا مش هنقدر ننزل عشان نعرف ننقذ الناس. للأسف مضطرين نستنى أي تهدئة. لا، أنا عندي الحل. إيه هو؟ هطير ورش الغبار السحري في كل مكان، ده هيسبب حالة سلام عند الجنود. بس أنت عندك كمية الغبار الكافية لوقف المعارك؟ لا، الكمية محدودة زي ما أنتوا عارفين، لكن مفعولها هيستمر ساعات بسيطة، متهيالي هتكون كافية ندخل كابونجا وننقذ الناس. يعني احتمال الحرب تشتغل تاني وإحنا جوه القرية؟ أيوه، عشان كده لازم زهرة وفرحة يكونوا بعيد عن الخطر ويستنونا في الطيارة برا كابونجا. أول ما ننزل بالطيارة يا فرحة تقدري تتحركي وتنشري غبارك السحري. نصبنا الخيمة وجهزنا الإسعافات الأولية، وفرحة لسه ما رجعتش. صوت القصف لسه شغال. يا غبار السلام، هديهم لحد ما ننقذ الناس. يا غبار السلام، خطتنا كلها معتمدة على مفعولك. الضرب وقف. يلا يا رامي. أنا حاسة بالجنود على الناحيتين، بيراجعوا نفسهم وبيفكروا في اللي بيعملوه، بس الحالة دي مش هتستمر كتير. كملي انتي وزهرة تجهيز المكان لاستقبال المصابين، واحنا هندخل كابونجا. بمعدات الطيران النفاثة اللي معاك يا نور هتقدر تطير زي المعدات، بتستجيب لإرادتك، كفاية بس انك تفكر انك عايز تطير هتلاقي نفسك بتطير زي. احساس غريب. يلا بينا، مفيش وقت نضيعه. القصف أثر على القرية لكن أغلب الأكواخ سليمة. تعالى، أنا سامع صوت هناك. مساء الخير، إحنا جايين نساعدكم. زي ما أنت شايف الحرب حوالينا من كل اتجاه، مفيش مهرب. من حسن الحظ إنه المعارك وقفت، بس يا عالم هيرجعوا يضربوا إمتى؟ طيب خلينا ننتهز الفرصة وننقل الناس بعيد. زي ما قلت لك كل الطرق بتعدي إلى جبهة الحرب، احنا مهاصرين. بس احنا عندنا التكنولوجيا اللي نقدر نساعد بيها. ايه ده؟ انت بتطير؟ ايوه، ودلوقتي اشرحي الوضع عامل ايه عشان نحط خطة مناسبة للتحرك. للأسف عندنا في القرية اهالي لازم نجليهم بعيد، ده غير الجرحى، دول ما يقدروش يتحركوا ومحتاجين نقل بطريقة تراعي اصابتهم. جميل ان في دكتور زيك يقدر يساعد، لكن ناقصنا أدوية وامدادات كتير. في جرحى حالتهم خطر محتاجين إسعافات أولية، في جرحى تانيين محتاجين عمليات، غير حقن البنسلين والأمصال اللي مش لاقينها. خلينا نرتب أولوياتنا. 1، نقل الجرحى اللي حالتهم خطيرة. 2، توفير الأدوية للحالات المستقرة. 3، نقل الأهالي بعيد عن ساحة الحرب. نقدر نستغل حالة الهدوء ونقل المصابين من طيارتي، وانا هطير واجيب الادوية اللي احنا جبنا لكم. كل حاجة يا زهرة انتي وفرحة، المكان هنا خطر، ليه جيتوا؟ لان الناس محتاجنا. اتفضل يا دكتور، دي الادوية المطلوبة. ان شاء الله في خلال الساعتين الجايين هيكون عملت الاجراءات الطبية اللازمة للجرحى قبل نقلهم، وانا بعدها هنقل الحياة الصعبة بالطيارة للمستشفى المؤقت اللي نصبناها ورا الجبل. واستمرت جهود أبطالنا لنقل المصابين من قرية كابونجا إلى المستشفى المؤقت الذي أقيم بعيداً عن ساحة الحرب. استغرق الأمر أكثر من 10 رحلات بالطائرة، وتتطلب العناية بالحالات الحرجة بعض التدابير التي قام بها الطبيب تارو، وفي النهاية تم الأمر بكل نجاح. نقلنا كل الجرحى يا دكتور تارو. الحمد لله حالتهم مستقرة
لكننا محتاجين أدوية جديدة. اكتب لي كل المطلوب، هطير واجيبهولك في دقايق. رامي ونور جم. نقلنا أصحاب الحالات الخطيرة للمستشفى، ولأن الوقت مضغوط هنروح القرية نجلي الأهالي الأول، وبعد ما يوصلوا هنا بالسلامة هننقل الناس كلها بالطيارة على أقرب مدينة. يا ريت يا ريت تخلوا بالكم، وقف إطلاق النار مش هيستمر كتير، وممكن الحرب تكمل وإنتوا داخل القرية. كله هيبقى تمام إن شاء الله. بينا يا نور. خلينا نطير طيران منخفض عشان نكون بعيد عن عينين الجبهتين اللي بيتحاربوا. عندك حق. الرادارات بتقول ان الوضع هادي جدا. نور، رامي، خلوا بالكم. انت عرفتي اي معلومة ما نعرفهاش؟ لا، بس حاسة بطاقة سلبية كتير جدا في المكان، واضح ان تأثير غبار السحر راح. يعني الوضع هيتعقد في اي لحظة. انا شايف نشاط هنا. هربنا على اخر لحظة من القذيفة. ارجعوا يا نور لحد ما الدنيا تهدى، ارجعوا. قربنا من القرية، رجوعنا هياخد وقت أكبر. الجهتين بيضربوا بأقصى طاقتهم. أنا شايف قذايف كتيرة بتتضرب. ربنا يستر. خلي بالك، إحنا وقعنا في فخ صعب الهروب منه. هنقدر، ما تقلقش. يا ترى نور وأصدقائه هيتصرفوا إزاي؟ يعني مش هنقدر نساعدهم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.